في الحقيقة لابد من تكييف هذا البيان في الزمن، وفي الوضع العام في المنطقة. الآن هذا وزير الخارجية وفي آخر أيامه قبل أن تتسلم حكومة بايدن كل مقاليد الحكم في أمريكا، هذا البيان جاء ربما لتبرئة الذمة للدور الأمريكي. هذا لا ينفي أن في البيان هناك بعض النقاط التي تخص روسيا، ولكن هو صراع بين العبارتين في المنطقة، لكل منه أجندة. طبعا نعرف بأن روسيا قلبت الأوراق الأمريكية، ولكن معدلات النجاح وبالحساب نعرف بأن روسيا حققت الكثير لصالحها، وأمريكا خرجت مهزومة لأنها بشكل أو بآخر حكومة ترامب أو ما قبل حكومة ترامب أو ما يعني ترامب أو ما قبل ترامب هم كانوا سندا للفوضى في هذه المناطق، وكانوا سندا بشكل آخر للإخوان المسلمين. يعني كلا الطرفين هم لاعب مهم. المعركة هي معركة مياه، معركة تمركز، معركة قواعد، معركة مواني، من يكسب أكثر مواني، من يقلب الطاولة في اللحظة الصفر، من دعم أردوغان ومن هذا اللاعب الذي يلعب مع الطرفين. كلاهما لهم نفس الموكل المفوض للخراب، وكلاهما الآن يريد استطلاع النتائج مع هذا اللاعب ماذا فعل. يعني في الحقيقة ما وراء الكلام من هذا البيان تحليل، في التحليل السياسي نقول بأن كلاهما ورط الأجير وهو أردوغان، يعني لأن روسيا عقدت اتفاقات مع أردوغان وأمريكا عقدت اتفاقات مع أردوغان، وفي النهاية الخسران الأول هي شعوب منطقة الشرق المتوسط سواء ليبيا أو سوريا أو غيرهم من الشعوب بالشكل المباشر أو غير المباشر. أنا أعتقد أنه بيان الأنفاس الأخيرة لخارجية بومبيو، وهو والرد هو الرد الروسي، هو المتنفس الجديد والقراءة الجديدة للوضعية، لأن الوضعية تغيرت تقريبا الآن خاصة بعدما دخل الاتحاد الأوروبي على الخط. لذلك لم نرى إلى هذه اللحظة ولحد هذه اللحظة أي رد من الاتحاد الأوروبي الذي يمضي قدما في العقوبات، والذي يمضي قدما في رسم ملامح الصورة هناك في شرق المتوسط، والذي ترسمه الظرفية العامة والجغرافيا السياسية العامة. يعني كما سلفت وقلت بأنه هي معركة خطابات، ولكن في النهاية على أرض الواقع كلاهما له أجندة، والأجندة نفسها هي تخريب هذه وليس غير. يعني طيب ما دلالة توقيت تصريحات لافروف بما وصفها لعيب أمريكية مع توقيت فرض الولايات المتحدة على الدولة التركية عقوبات بسبب شرائها منظومة S-400؟ نعم، هو في الحقيقة هذه هي معركة اقتصادية تجارية، معركة معاملات وأرقام. يعني كلاهما يلعب مع نفس المؤجر، ولكن كلاهما يعرض خدماته، وكلاهما يؤطر العملية بشكل أو بآخر. يعني الأمريكان ترامب يريد أن ينظر للعالم بأنه حقق الكثير بعدما فعل ما فعل في مسائل التطبيع وبعد أن أرضخ الكثيرين له، الآن يريد أن يقول بأننا كنا أصحاب رؤية وأصحاب مبادرات. روسيا تقرأ المشهد في الاستمرارية باعتبار لا تغيير في المناخ السياسي الروسي بقدر ما هو تغيير في أرقام المعاملات مع الأطراف كلها. يعني روسيا تشتغل بمنظومة السوق، وأمريكا تشتغل بمنظومة رسم صورة جديدة. بومبيو ربما في اعتقادي هذا موصوف لدينا وزير الخارجية الأمريكي الذي لم يحقق شيئا بالمقارنة مع وزراء خارجية فيما قبل في كل الحكومات الأمريكية أو الرئاسات الأمريكية التي مرت. ربما هو بيان اللحظات الأخيرة، وهو البيان الذي يراد فيها رسم، لأن في أمريكا ليست الوزارات من ترسم السياسات قدر ما هي الإدارة الأمريكية. الدولة العميقة في أمريكا تريد أن تقول بأنها ستفتح فاتحة 21 على رؤى أخرى جديدة. ماذا عن الاتهامات الروسية؟ يعني هل كان للدولة التركية تحقيق مطامعها في شرق المتوسط والتوغل في ليبيا سواء أو في سوريا لولا الدور الروسي الحليف لها؟ لا، هو في الحقيقة في دخول تركيا إلى ليبيا هو بإعاز أمريكي الصرف، وهو ما
أفسد المخططات الروسية التي تريد أن تضع موطأ قدم، مما أجبر روسيا بشكل أو بآخر لإعادة قراءة حساباتها في الثلاثي الأول من سنة 2020. يعني لا يمكن الآن أن نتهم روسيا مباشرة بقدر ما نتهم الأمريكان، لأن الأمريكان فقط يعني جملة وحيدة بسيطة، قاعدة الوطية، قلب الحدث هناك، هي قاعدة أمريكية بالأساس، يعني سمحت بشكل أو بآخر التدخل التركي فيها، يعني بيعاز أمريكي بقدر هذا الأمر ما يقلق روسيا. يعني بالعكس، أنا في اعتقادي بأن روسيا هي من خسرت بشكل أو بآخر، وخسرت معركة بشكل أو بآخر في ليبيا، لأن يعني روسيا لم تستطع بسط نفس القرار في سوريا. وضحت الفكرة. الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نزار جليدي، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا من باريس.